إنجاز المعاملات في الدوائر الرسمية في العراق بات كابوساً يؤرق حياة العراقيين، حيث أن معاملة واحدة قد تحتاج عدة أشهر لإنجازها. فالروتين المتبع في هذه الدوائر يجبر المواطن على الانصياع والاستسلام لرحلة مكوكية يطلبها الموظف الحكومي، تتضمن استنساخات وصحة صدور وتواقيع وأختام. وإذا أراد أن يريح نفسه من عناء هذه الرحلة، يمكنه الاستعانة بأحد معاقبي المعاملات الذين لديهم طرقهم الخاصة في اختصار الأيام لإنجازها بسرعة، مقابل مبالغ لا تقل عن 1,000,000 دينار عراقي. بشكل عام بالعراق كله تأخير بكافة الدوائر، يعني بالنسبة دوائر العقار، دوائر التقاعد، كل دوائر الدولة روتينها حقيقة هو صعب وممل بالنسبة للمواطن. يعني أغلب دوائر الدولة بالوقت الحالي هو تأخير يعني مو طبيعي بالنسبة للمعاملات، وهذا الشيء يعني الروتين حقيقة ممل هو بالنسبة حتى للموظف. هذا التلكؤ وهذا الروتين الممل والقاتل من موظفين الدوائر للمواطن أيضا يعود إلى عدم تطبيق القانون وعدم وجود الجهة الرقابية اللي تتابعهم وتأكد على أنه يكون ينجزون عملهم بالصورة الصحيحة. في رحلة إنجاز المعاملات في العراق الكل سواسية في نيل نصيبهم من الإجراء الروتيني الممل، إذ لا فرق بين رجل أو امرأة ولا شاب أو شيخ، فلا بد أن يقف الجميع في طوابير الدوائر لساعات طويلة. أنا معوق زين، أراجع للدوائر ظلت الشغلة يمن الرعاية الاجتماعية لحد هسه أنا موجودة، المعاملة مالتي من كل المحافظة هي مختومة واللجنة فحص كامل مكمل، يعني ظلينا نراجع يوم كملتها خشي هسه المعاملة ذيك هي نايمة بالبيت ولا مستفاد شيء ولا شياتين، كل شيء ماكو. وتبقى مشكلة إنجاز المعاملات في الدوائر الرسمية عينة من سلوك حكومي عنوانه الأبرز الفشل والفساد، ليبقى المواطن العراقي المتضرر الأول والأخير.